الاستاذ بانه عنده شي اقتراح ولا شي قرار ممكن يديروا على مستوى هذه الدول. دابا غادي ندوز للارقام. السيد الرئيس معك جريدة كلامكم من مدينة مراكش ولكن كتمثل جهة الشمال. السؤال بسيط جدا، أولا المشروع ضخم اقتصادي، نحن مأكدين بأن النجاح ديالو 100% على المدى البعيد، ولكن عندي واحد السؤال هو اللي كيسولوه جميع المواطنين سواء المواطنين العاديين أو التجار ديال المنطقة، الامتيازات اللي غيستافدوا منها. اولا الشكر الجزيل، معكم عبد اللطيف عفيله رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات جهه طنجه الحسيمه. الشكر الجزيل للحضور ديالكم على المواكبه ديالكم لهاد الانشطه ديال الابواب مفتوحه الاولى لمنطقه الانشطه الاقتصاديه لمدينه الفنيدق. السؤال ديالكم حقيقه بان هذه المنطقه عندها تسهيلات كبيره، التسهيلات اللي خداتها هو بان كما سمعتوا بان السلع ديالهم كدوز والتفتيش ولا المراقبه ديالها كتتم داخل المخازن ديالهم، معناه بان اول تسهيل هو في الجمارك ما كدوزش 24 ساعه، اذن عندهم تخفيض من هذا الناحيه. النقطه الثانيه وهو بان جميع هذاك الضرائب والجمارك اللي كيخلصوا الواجبات ديال الجمركيه كتأدى حتى كيبيع السلعة ديالو، معناه بأنه هو معفي منها في الأول، تيجيب السلعة ويدخلها ويبيعها عاد كيديكلاريها وشهر من بعد، معناه بأنه عنده واحد الاستفادة واحد المدة بحال حتى يبيع باش هذا. وهذا هذا مهم جدا. كذلك القضية ديال المراقبة كتراك، القضية ديال التيكتاج، سمعتوا بأن هذاك التيكيتال اللي مفروض عليهم باش يعملهم الشركات اخرين اللي كيستوردوا عاديين راهم كيعملوهم في الديوانه، ولكن هادو كيعملوهم في المحل ديالهم كيجيو حتى لهنا لان عندهم مقر مركز هنا كيعملوهم. اذا واحد العدد ديال المصاريف والاداءات هما معفيين منهم، وهذا كيجعلهم باش يكون عندهم واحد الثمن مناسب اللي يمكن لهم باش يقدروا يبيعون التجار بواحد الثمن اللي يقدروا يعاودوا فيه البيع. شكرا. شكرا سيد الرئيس، شكرا لك، ما قبول دعوة. مرحبا سيد المدير، سمعنا سيد رئيس الغرفة، نفس السؤال غادي نطرح عليكم، الامتيازات ديال المواطن أو التاجر بصفة عامة ديال المنطقة، الامتيازات بالنسبة لهذا المشروع، لأن احنا عندنا ثقة تامة أن غادي يكون ناجح من على المدى البعيد، ولكن شنو هي الامتيازات؟ هذا الشيء اللي كيسول التاجر، الامتيازات اللي غتكون عنده هنا. معك اسمح لي جريدة كلامكم مدينة مراكش. شكرا. حمد العاصمي الامير بالصرف المساعد المكلف بتدبير منطقه الانشطه الاقتصاديه في الفنيدق. هذا سؤال مهم كنشكرك عليه لان فتح لنا فرصه باش المواطنين والتجار تكونوا على اطلاع بالباقه ديال التسهيلات وديال الامتيازات اللي وفرتها اداره الجمارك للمستثمرين داخل المنطقه بالنسبه للتجاره. هنا كاين واحد العدد ديال الامتيازات غادي نعطي لك الكبار فيهم اللي مهمين فيهم. اللي مهمين فيهم هما ان البضائع التي تستورد من الخارج موجهه للمنطقه كتخضع الاجراءات الجمركيه العاديه بالنسبه للبضائع المماثله في الميناء ديال طنجه المتوسط، كذلك كتخضع للمراقبه اللي هي كتخضع لهاد المنتوجات بالنسبه للمؤسسات والادارات الاخرى المتدخله، ولكن ما تيخلصوش في اي مكان الحقوق والرسوم الجمركيه. هذه كتبقى لهم حتى من بعد، وكيخلصوا فقط غير على القدر ديال هذه البضائع اللي خرجات من المنطقه واللي هي تباعت للاستهلاك.